بنتي حبيبتي كبرتي وبقيتي عروسة، أؤمر. انتي مش عارفاني ولا ايه؟ انا بابي يا كوكي، بابي ابوكي، تعالي في حضن بابا يا حبيبة بابا. ايه ده؟ ايه بابا مين يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وصلي على النبي ما تجيبلناش مصيبة. مش هي ولا ايه؟ مش هي. ايه ده؟ كوكي بنتي صغرتي وبقيتي عروسة حبيبتي. بابا انت بتعمل ايه هنا؟ وانت لسه عايش؟ عايش؟ برضو؟ برضو. يلا يا بنت انجزي انجزي عشان نخلص تخفيض سجاجيد، ولا عايزه الست تهزق فينا؟ معلش بعد اذنك تسيبيها لي بس، انا ابوها 5 دقايق بس. 5 دقايق ده ابوها برضك. تعالي هنا يا بنت، انت مش قلتي ان ابوك المرحوم ده مات من زمان؟ انجر يا بنت، انجر يا بنت، هات لنا لقمه ناكلها انا والمرحوم، عشان المرحوم هفتان. وارحموه بقى، ارحموه. انا لسه عايش يا كوكي، انا لسه عايش اهو يا حبيبتي قدامك. في ايه؟ انت ايه اللي وصلك لكده يا بنتي؟ بتشتغلي عند ناس في البيت وبيهزقوكي كمان؟ انت السبب يابا، انت اللي دخلت السجن وموت وستنا انشحت. انت ايه من عايش قدامك؟ قول لها حاجه جميل. امك فين يا بنت؟ امك فين؟ انطقي، احنا عايزينها بدل ما نخسر اللعبه. لعبه ايه يا جميل؟ لعبه ايه يا جميل؟ خلاص اللعبه خلصت، انا ما صدقت لقيت العيال. يلا بينا يا حبيبتي نلم حاجاتك ونمشي من هنا. يلا ما ينفعش تدخل، اصحاب البيت محرمين عليا ان انا ادخل الناس اغراب. برافو كوكي يا حبيبتي، برافو، بتعملي زي بابي، بتوصلي من الشغل والبيت. يلا بينا. لا ما ينفعش بجد، ستي هتموتني. وما تجيش تاخدني قبل ما الاسبوع يخلص عشان مرتب. يلا يا كريمة، يلا يا كريمة، لا تقعدي تقطعي. انا اسفه يابا. يابا بنت كريمة، افتحها بنت كريمة. امك فين؟ هنخسر اللعبة. اسألوا الحاج بسيوني. نلاقيه فين الحاج بسيوني يا كريمة؟ قوي من تحت الصفر في اوروبا لحد ما بقيت ملط. مالت ايه يا ابني انت؟ يقصد يعني مالت مليونير. هو حضرتك تعرفهم يا بسيوني بيه؟ لا والله انا ما دخلتش الطبقه دي من سنه 96، لكن يكون ابن حد من ابناء الطبقه المتوسطه او نواحيها يعني. ده شكله بيستعر مننا يا مستر وسيم. طب تحب افرج الناس دي على صوره الوحمه ولا اقول لهم على مكانها؟ هي كانت وحمه؟ أعتقد يا جميل إن هم كانوا كذا وحمة. أيوة افتكرتك، وأنا أقول شفتك فين قبل كده. أنت ابن الحاج السريتي تاجر الأدوات الصحية في سويسرا. أيوة. مسز ابتهاج أستأذنك، عندي عمل خيري طارئ هروح أعمله وأجيلك على طول. عن إذنكم. وش عملت؟ الله يا عشرة الزمن الجميل، وحشتوني. كذاب قوي قوي. كفارة رجالة، ده طلع فاكرنا برضك يا مستر وسيم. وما عملت من إيطاليا ليه لمؤاخذة؟ يا جماعة افهموا، نادي بولي اللي انتوا واقفين جواه دلوقتي أنا وشوكار مراتي شركة فيه، يعني أنا دلوقتي أونر. أنا ممكن أبعت أجيب أي حد من السيكيوريتي يطردكوا برا. اونر؟ اونر وبتستعر مننا؟ يا خساره الفتره اللي انا قعدتها في السجن عشان اللعبه اللي كلنا كنا مشتركين فيها. بسوني يا جماعه، من فضلكم قدروا موقفي، انا دلوقتي اونر، وما ينفعش اونر زيي يعرف ناس ارباب سجون زيكم. انا اونر. اوفر، بقيت اوفر يا بسوني يا ملط. استعر مني انا يا كلب الست. بلاش موضوع كلب دوت، اذا كان هو كلب انت 101 كلب. ايوه صح. طب انت مش مكسوف ان انت عايش بفلوس شويكار؟ عيب يا وسيم، شويكار دي مراتي والحياه مشاركه، وده حاجه ما تعيبنيش. مش موضوعنا يا مستر وسيم، احنا عايزين ياخد معانا السيلفي وبعد كده يغور. سيلفي لا، الايمج بتاعي ما يسمحش. انت هتيجي معانا ولا اديك طلقه في الايمج بتاعك؟ اسراء فين؟ طريقها فين؟ لسه شغاله في الفندق؟ لا الفندق خلاص، الحكومه شمت خبر بالفندق بتاع مالك بيه، قفلوه واعلنوا عنه في المزاد. يعني ايه؟ إسراء فين؟ قيسوا الحب فين؟ من صباحية ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين فيك يا ملط، أنت ماشينا في الشارع ده بقالك ساعة وبتقولي إسراء شغالة في الشارع ده. أنا مش فاهم شغالة فين، أنت فاهم حاجة يا جميل؟ مش فاهم أي حاجة في أي حاجة وسيم بيه. ممكن تكون شغالة في المستشفى دي مهندسة. مستشفى؟ أيوه صحيح، إزاي ما جاتش في دماغي دي؟ إسراء طول عمرها ملاك من ملائكة الرحمة. مستشفى إيه اللي إسراء هتشتغل فيها؟ لسه قدام شوية. يلا قدام شوية. قدام شوية. قدام شوية. أيوة في الحضانة. حضانة إيه؟ حضانة إيه وخيبة إيه؟ ما زمانها خلصت الجامعة من زمان، هي سقطت. يا جميل ما تبقاش أهبل بقى، أنا قصدي شغالة في الحضانة.
سراء طول عمرها بتحب الأطفال وقلبها قلب بيبي صغير. حضانة إيه اللي هتفتح في ساعة زي دي؟ إسراء مش هنا، قدام شوية. قدام شوية مالي يقولنا قدام شوية قدام شوية. صيدلية الفكهاني؟ لا أنت شغل. أيوة إسراء هنا. إسراء هنا؟ إيه ده؟ هنا فينا بسوني؟ ده كباريه. لا ما اسمهش كباريه، اسمه منشأة سياحية. أيوة إسراء ماسكة شغل هنا في المنشأة السياحية دي. طب تعالوا نخش نشوف. يلا. لا أنا هستأذن، هروح أجيب شوية حلوات لبول من الكشك اللي هناك ده. هات لي واحد وفر بالكريمة وهات لي بطاطس بالجبنة. خلاص يا جميل، هات لي أنا كمان بطاطس بالجبنة. يبقى اتنين بطاطس بالجبنة. خلاص يا جميل، ما عارف يا جميل. يلا. حاضر. خش. معاكوا حجز يا بهوات؟ حجز ايه؟ الحق الاصحاب مكان يابا. معلش الدخول النهارده بحجز. انت فاكرني جست بقعد في الاماكن القذره دي؟ انا داخل جوه اشوف مراتي. طب لما سيادتك مش بتقعد في الاماكن دي، امال مراتك بتعمل ايه جوه؟ بيقول لك مراتك بتعمل ايه جوه؟ مش عارف ان هي ماسكاهم اساسا. طب يا حبيبي خلصت الاستظراف انت وهو؟ حضروا نفسكم الجيزه بقى عشان مراتي بتشتغل جوه مديره واسمها مسز اسراء. مسز اسراء؟ مديرية ايه بالظبط دي؟ مش عارف يعني، هتلاقيها مثلا الجنرال مانجر او الفود اند بافريدج مانجر، ولو تحضر بيها الامر قوي هتبقى اتش ار مانجر. اتش ار ايه وخيبه ايه؟ دي اشكال ضاله تكلمها انجليزي. بص يا برنس، هي بنت كده تحس لا مؤاخذه ان هي يعني بسكوتايه مقرمشه. جميل. قطايه مخربشه. جميل. منجايه فونس. جميل. فص منجايه فص. فص مش فص. الدخول النهارده بحجز. بص دول شكلهم تران ومش هيفهموا، انا هلاغيهم بقرشين بس انت خش بص بصايه واحده بس عشان نمشي. احنا ناس بنقدر الرجاله، اخويا وصاحبي بس هيخش يبص بصايه واحده ويمشي على طول. ها بعد اذنكم يا رجاله. بس على طول، بس على طول والله. يلا خش بسرعه. خش. مساتر انت خرجت من السجن انت كفاره يا مساتر، ده انا عمي هتفرح قوي. انا مش ناقص امك يا رجب. وسيم انت فاهم غلط خالص. فاهم غلط ايه يا اسراء؟ هو انا قفشتك شغاله لايف كوتش؟ يا خساره يا اسراء. لا لا مستر وسيم، مش معنى اللي هي حطت راسك في الوحله انك تضيع نفسك وتقتلها. قتلها يا جميل، انا كنت هضربها مش اكتر، انت بتسخني عليها. اذا كان كده معلش. يلا يا ابني انت وهو. يلا حبيبي يلا. النمرة خلصت. استنى انت وهو، النمرة لسه ما ابتدتش. النمرة اهي، النقطة دي من عندي انا. وسيم السريتي. وسيم السريتي المغفل. المغفل جوز الغزية. جوز الغزية اللي ركبت له قرايب. اللي ركب. لا مش هقول دي يا جميل. على فكرة حلوة والناس هتتعاطف مع مشكلتك. لا مش هقولها برضو. وسمعني اغنية الوحيدة اللي انا حبيتها من كل قلبي بجد. بصي تاني يا اسراء، ايه العبط ده؟ كفايه كده يا حبه، تعالى نتكلم في البيت. البيت ايه؟ احنا بقى عندنا بيت. البيت اللي انت اجرتيه هنا عليك تبيع عشنا اللي شاف احلى ايام سعادتنا. انا عندي عش تاني وهنملاها انا وسعاده. بحلم بعش املا انا اسعد وانا انا يا ابن الحلال. بص يا جماعه ايه العبط ده يا جماعه؟ كل ما نقول حاجه هتغنوها. على فكره فكرة حلوة، ناخدها على العيش دوت، ناخد السيلفي وبعد كده نقتلها ونتويها وتغسل عارك. قتلها ايه وسيلفي يا جميل؟ هو انا لسه هلعب؟ انا اللي كنت بلعب عشانها للاسف ماتت. ستوب اللعب وستوب الحب يا جميل. لا يا حبه، الحب عمره ما بيستوب. الحب بيستوب يا اسراء. عارفة يا اسراء الفترة اللي قعدتها في السجن علمتني حاجة واحدة بس. ايه هي يا حبه؟ الرسم. ياه. اتعلمت الرسم في السجن. وكنت راسم لك صوره حلوه جدا، بس يا خساره. لا يا حب بص لي انا زي ما انا. يا حبيبتي يا خساره، في حد شخبط عليها مسحها مش اكتر. عموما وسيم الطيب مات، ما فاضلش غير وسيم الشرير. دق يا مزيكا. وقف يا مزيكا. خلاص انساها في داهيه. اطوي الصفحه دي من دماغك، وعلى راي المثل انساها يا اخويا انساها. واشطبها بالتباشيرة. لا لا لا
كده. خوري بقى يا خوري.